ابن القيم الآن يبي يختصر طريق الوصول إلى الله، كيف أصل إلى الله، كيف أصل إلى رضا الله؟ ترى هذا السؤال اللي أشغل السلف. السلف ما أشغلهم إلا هذا السؤال، كيف أحصل على رضا الله، كيف أحصل على محبة الله، كيف أكون وجيها عند الله؟ هذه الأسئلة اللي كانت تشغل السلف، هذه، ولهذا كانوا يتناقشون فيما بينهم ويسألون مشايخهم عن هذا السؤال تحديدا. بقية الأسئلة أمرها سهل عند السلف، حتى أسئلة العلم، أسئلة العلم عند السلف هي كانت من هذا النوع، كيف أصل إلى الله، كيف يثق قلبي بالله، كيف أعتمد على الله، كيف أحقق التوكل، هذه كانت أسئلة السلف. فابن القيم يقول عندك خطوتين، خطوة مع نفسك، خطوة مع الناس، بس خطوتين وتصل إلى الله، بس خطوتين، خطوة مع نفسك وخطوة مع الناس. طيب اللي مع نفسي، قال وخطو فيسقط نفسه ويلغيها فيما بينه وبين الناس، يعني بينك وبين الناس تلغي نفسك. لماذا؟ لأن الإنسان ليس له حول وليس له قوة، فما جاءك من خير من الناس ليس بما حصلته بكدك ولا بجهدك، ولا حصلته بأسلوبك، ولا حصلته بعلمك ولا بشهادتك، إنما الله يسره. فما الذي ألغيته أنت؟ حظوظ النفس ألغيتها، ما تراه من الناس إنما هو من توفيق الله، حتى لا يصير على فم الإنسان المسلم أنا حصلته بشهادتي، أنا حصلته بجاهي، أنا حصلته بمنصبي، أنا حصلته بلساني، أنا والله أحرجته، كانت قوتي، كانت حجتي قوية وجاءني الأمر الفلاني. لا، كل هذه لا، إنما الله يسرها ونفع بالأسباب التي ذكرت، هذه أسباب. فأنت الآن ألغيت نفسك. طيب، وفيما بينه وبين الله قال يلغي الناس، يصبح تعامله مع الله، اعتماده على الله وليس على الناس، رجاؤه لله وليس على الناس، الذي يعطيه هو الله وليس الناس، الذي يخافه هو الله وليس الناس. فتلاحظون أنه ألغى نفسه وألغى الناس، وصل إلى وين؟ إلى الله.